رسالة الأخيرة إلى شعبنا الصابر الصامد إلى متى السكوت؟ خرب كل شيء، الاقتصاد، الأمن، العدالة، كل شيء في هذا البلد الجميل تم تخريبه. إلى متى صبركم على الذين يخربون وطننا حتى يسلموننا وطننا يسلموننا وطنا مقطعا مقسما، حتى الأهل والجيران تقسموا أحزابا وطوائف نتيجة لغياب قيم المؤاخاة وقيم المواطنة وقيم العدالة وقيم المحبة التي سادت بين شعبنا؟ إلى متى ننتظر؟ إخواني وأخواتي، إن العدل قادم، وإن عبد الرحمن بإذن الله خارج بإذن الله، وإن إخوانه أيضا هم أحرار قريبا بإذن الله، ولكن ستمضي هذه المسيرة حتى يخرج آخر مظلوم في سجون الظلم بإذن الله.